زبيدة. مساء الخير زبيدة. مساء الخير. من أي بلد زبيدة؟ من إثيوبيا. من إثيوبيا. قدي صار لك بلبنان؟ 15 سنة. 15 سنة بلبنان؟ أيوة. بس ما طلع لنا جنسية. بدك جنسية؟ إيه. بحبها كتير للبنان، يمكن إنه عندما قعدت فيها بحس إنه هي بلدي. شو أكتر شيء بتحبي بلبنان؟ بلبنان بحب طبخ. بتعرفي تطبخي؟ كتير بعرف. شو بتعرفي تطبخي؟ كل شيء. ورق عنب بكوسة، رز بالدجاج، كبسة. كبسة مش لبنانية؟ كبسة بس بيطبخوها سعودية. كبسة بالسعودية؟ ايه بس بيطبخوها لبنانية، بيطبخوها أكتر شيء إنه بيحبوها كمان. ايه. نحن من وين تعلمنا؟ من اللبنانية تعلمنا. من وين بتتعلمي؟ أنا تعلمت على التلفزيون، وما دام عم تطبخ عم بشوف. كانت تعلمتي على التلفزيون؟ ايه. شيخ برا شيخ رمزي. شيخ رمزي. شيف رمزي. شيف. أيوة. رمزي. ايه. ايه. كان هو عم بيطبخ كثير بتفرجها كانت. بأي وقت؟ بوقت اللي بترتاحي فيه بتفرج على التلفزيون؟ ايه. لكن بتحضري تلفزيون؟ بس مش ايام قبل، قبل انه ما بعرف كان اكل اطبخ. ايه. بتفرجها عم بتطبخ. هلا في تفوت على الانترنت وتشوف وتطبخ كمان اي شيء طبخ. تستعمل الانترنت كمان؟ ايوه. يعني صرنا عم نطبخ اكثر من اللبنانيه صرنا. ايه والله. تطبخ اكثر من اللبنانيه؟ ايوه بنطبخ. شو قصدك؟ يعني اللبنانيين اوقات انه ما إلهم نفس يطبقوا، مثلا انه ما إلهم كلا يطبقوا، انه بيحبوا نحن عم نطبق لهم صراحه. يعني ما إلهم خلق. ما في كلمه. ايه. ما إلهم خلق. ما مين علمك؟ ما إلهم كلا، انه بعرف انه عايشه معهم 15 سنه صراحه. يعني هي هو الحقيقه. اكثريتهم اول شيء انه بيسالوك بتعرفي تطبقي؟ ايه والله. زبيده بتطبخ، انت شو بتعملي؟ انا كمان بطبخ. انت كمان بتطبخي؟ شو بتطبخي؟ ملوكيه، رز على الدجاج، وفاصوليا، وكل شيء. كروش. كروش؟ يس. تطبخي كروش؟ انا بطبخ. انت بتطبخي كروش؟ شو هو الكروش؟ كروش كروش يعني تبع شو؟ من غنم. مش من غنم، من كروفه هيك جواته يعني. كرشه للخروف. مين بجيب اللحمه؟ انت بتجيب اللحمه؟ لامي انا بجيب. بس ما انت بتجيب اللحمه؟ ايه. وبتعرف تنقي اللحمه؟ ايه اكيد. وكيف بتعرف اذا اللحمه منيحه؟ بعرفها هيك بتبين لحمه مثلجه مش منيح، لحمه بلدي. بشوف من هيك ببين علي يعني. وكيف تعمل كروش؟ كروش اول شيء بدنا نغسله منيح مع ملح وحامض هيك. بعدين ليش بتحط ملح وحامض؟ مشان يروز زنكة منه، مشان ما بده يتغسل يعني ما ملح وحامض. برافو. انا حزقف لك. ما عرف معكين حقه. بعدين بنهدر رز مع لحمه وبهارات، بنهوت له. بعدين بنكيته بالنص، وبنهوته شوي او شوكه او سكينه مشان يفوت جوا ماي وهيك قبل ما نهوت على النار. وبتاكلي؟ انا ما باكل، ما بحبه. ما بتحبه. انت اي عادات لبنانيه صرتي تعرفيها منيح؟ بعرف بالسياسيين كمان شوي بس مش كتير. بتعرفي بالسياسيين؟ ايه. كم سنه صار لك بلبنان؟ 6 سنين. 6 سنين؟ تعلمت سياسي؟ عم تعرفي السياسي؟ بتحضري اخبار؟ بحضر اخبار اوقات. بدي اشوف البلد كيف يعني، بدي اطمن على حالي. بشوف يعني. مين بتتابع اكثر شيء؟ ولا بحب السيد حسن نصر الله. ايه. لانه قعدت بالمنطقه شيء 4 سنين. بحب. طيب منطقه؟ الضاحيه. قعدت بالضاحيه 4 سنين، فصرت تحب السيد حسن نصر الله. بحب جازا كمان، حكيم جازا. دكتور. بتحب طبخ لبنان او سياسة لبنان؟ اثنيناتهم شوي شوي. شو بتحبي اكثر؟ سياسة. بتحبي السياسة؟ عن جد بتحبي السياسة؟ ايه شوي. شو بتحبي بالسياسة؟ شو بتحبي بالسياسة؟ اكثر شيء حبه لوليد جملاد. ليه بتحبي وليد جملاط؟ انه هو زلمي يعني. وليد جملاط منيحة وقبضاي ابو عضلات. قبضاي كمان. نعم. حين هو بحكي شيء بتل الى اين.
في عمل؟ بفكر شوي بهيك بتقلقي لي. شو بتحبي تعملي اكلات؟ طبولي فنتوش وبرتنزن طبل وحمص طبلي كمان صخي بخشي برتنزن جبني كسكسوين. نعم؟ جبني كسكسوين. جبنة أشقوين. أنت أي جبنة بتحبي؟ جبني كسكسوين. بتحبي الكسكسوين. شو أكتر شيء بيزعجك بلبنان؟ شو اللي ما بتحبيه بلبنان؟ أوه الكحل بتنكوتة وماي بتنكوتة حب مزعوزة. مزعوجة؟ ايه. نور المي والكهرباء. كهرباء وكل شيء تمام. مبسوطة هون أكتر أو بتكون بالنيبال مبسوطة أكتر؟ محل تاني أنا كمان هون منيحان وأهل البيت كلهم منيح حبونا وكمان مبسوطة هون. أنت أي من عادات لبنانية بتحبيها؟ أنا بحب أغني. بتحب تغني؟ بالعربي؟ بالعربي. أو بتغني أنت من وين؟ أثيوبيا. أثيوبيا ياس. أو بتحب تغني بالأثيوبي؟ لا بحب أغني بالعربي وبأثيوبيا كمان. وشو بتحب تغني؟ بحب أغني كله كارول ونجوى كرم ونانسي كمان. هلا شو حابب تغني؟ رح أغني لمشيكا. لمين؟ مشيكا لما بمشي على الرصيف القديم. وبتعرفي مشكا كمان؟ مشكا. لما بمشي على الرصيف هيدا ناسي هيدا ضعيف بيلحقوني كلن أنا كتير بستحي كتير من عبدو حسني وعفيف لما بيطلعوا فيا كلن. شو أكتر شي بتحبه من عادات اللبنانيين أيضاً؟ بحبه لما بشوف عم يدبخوا بحبه حبيت لغتهم أكتر إنه لمجرد ما بحكي إلا لغتهم لو ما عرفقتي. بتحب تضلك عايشة بلبنان؟ حلو بس بني هي بدي روحي بس هو حلو بيجي شهر العسل عم فك. بيجي شهر عسل على لبنان. وبالعرس شو بيعملوا؟ هون؟ ايه بزغلطوا بيقولوا. بزلغطوا؟ بتعرفي كيف بزلغطوا؟ لا 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 ليش؟ برو بتعرفي كيف بزلغطوا؟ انت عادة بتزلغطي بالاعراس؟ كان بيروح انا ومدام بستر. بتاخذك معها لتزلغطي؟ ايه ايه شفت هون بعرفك. حبيتي؟ حبيت كثير ولا حلو. بتحب لبنان؟ كثير ايه. ولبنان بحبك؟ ايه بيحبوني مش هيك. بحبوكي لبنان كمان كثير والله. شكرا لكم. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.